في موكب جنائزي مهيب شيعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والمنطقة العسكرية الثالثة اليوم في مدينة مأرب جثمان الشهيد القائد العميد معين الواري ورفاقه الأبطال الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الثورة والنظام الجمهوري في ميادين الشرف والبطولة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رفيق السامعي. شيعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة اليوم الاثنين جثمان الشهيد العميد معين الواري قائد الكتيبة الرابعة صقور ورفاقه الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الثورة والنظام الجمهوري في ميدان الشرف والبطولة. وخلال مراسم التشيع الذي تقدمه محافظ محافظة ريما اللواء محمد علي الحوري وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة وعدد من قيادات وزارة الدفاع والألوية العسكرية، أشاد المحافظ الحوري بالبطولات والتضحيات الكبيرة التي سطرها الشهيد معين الواري ورفاقه ومقارعتهم لفلول السلالة والكهنوت الحوثية. الشهيد القائد البطل العميد معين الواري رحمه الله، هذا الشهيد البطل الذي قدم حياته في سبيل الوطن وسبيل الدين ومقارعة لميليشيا الانقلاب ودفاعا عن الوطن وعن الثورة والجمهورية. حقيقة أن أبناء ريمة لهم تضحيات كثيرة في كل الجبهات. معين من أوائل الذين لبوا نداء الشرعية ومن المؤسسين لنواة الجيش الوطني على رأس كتيبة من كتائب الصقور، هذه الكتائب التي كان لها الفضل الأكبر في تحرير مدينة مأرب وصد الهجمة الحوثية الإيرانية على مدينة مأرب في الوهلة الأولى. معين قدم الكثير والكثير من أقربائه ومرجاله والمناضلين، وهنا صورة توضح عدد الشهداء الذين استشهدوا تحت قيادة هذا المناضل البارد. نحن اليوم نودع معه نخبة من زملائه ورفاقه الشهداء، وقد ودعنا الكثير والكثير من العمداء والعقداء والمقدمين والقادة ومن الجنود الأشرس من أبناء ريمة. أولا ناهيك عما قدمه جيشنا الوطني الباسل وما قدمته مقاومتنا الشعبية الباسلة من أجل السعادة الوطن والدولة إلى رحاب الشرعية الوطنية والدولة. زملاء الشهيد القائد معين الواري أكدوا أنهم ماضون نحو تحرير واستعادة كامل تراب الوطن والوفاء لدماء كل الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في هذه المعركة، معركة استعادة الوطن وكرامة الإنسان اليمني. عرفناه قائدا عسكريا فذا قويا لقن الأعداء درسا قاسيا وأصبح حدثا من أحداث التاريخ وأحداث المعركة العسكرية، ونال قسطا من الشرف بالثبات والوجود على جبل هيلان، فكان من أبرز قادة هيلان ومن أبرز الشخصيات الذي وقف هناك أكثر من 3 سنوات وهو قائد لهذه الجبهة. أخي معين يحيى معين قائد عبد الله الواري ريمة السلفية النوبة، معين رحمة الله تغشاله شارك في عدة معارك ومنها في المشجح والجوف وسرواح وهيلان، وكان معينا في الثبات، معينا في الصمود، معينا في الأخلاق، ودليل على ذلك أفراده الذي كان لهم كالأب، كان لهم كالأخ الحاني عليهم عندما يشعرون بالدفء الذي يحضنهم جميعا. معين هو في الخالدين بإذن الله تبارك وتعالى. باستشهاد القائد العميد معين الواري ورفاقه الأبطال الذي مثل خسارة كبيرة للوطن، يخسر الجيش الوطني واحد من قادته العظماء الذين سطروا ملاحم بطولية خالدة في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة
بعد أن قدم أروع الملاحم البطولية في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة، وهو يدافع عن أهداف الثورة والجمهورية ضد فلول وأزلام ميليشيا الحوثي الإرهابية، يترجل القائد الشهيد العميد معين الواري ويوارى جثمانه الطاهرة إلى مقبرة الشهداء في محافظة مأرب. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي مأرب.